جالس مكونيكتي وشاد التليفون في يدك وطلع لك هذا الفيديو هذا. غير صبر واحد شويه غنعطيوك معلومات لاول مره تسمعها في حياتك. واش عارف شكون اللي اختار اللغه العربيه وعلاش كتب الحروف ديالها بهذاك الشكل؟ علاش مثلا الصاد كتبها صاد بهذاك الشكل ما كتبهاش مثلثه ولا مربعه ولا دايره؟ علاش مثلا الكاف كتبها بهذاك الشكل ما كتبهاش كتشبه الالف ولا الميم ولا السين؟ هاد الحروف كاملين ما جاوش اعتباطا، وانما اليوم غادي نقول لكم شكون اللي اخترعها. ونزيدك اللغه العربيه فاش اخترعوها نهار الاول اخترعوها بدون شكل، كانت بلا شكل وكانوا كيقراوها مزيان. شكون هذا اللي اخترع الشكل وعلاش اخترع الشكل وشنو الدافع اللي خلاه انه اختار الشكل؟ الشكل كل اللي كل عليه العصا الفلاقات تحمل، الشكل كل اللي بسببه بس سقط، الشكل كل اللي بسببه واش خرج من الدراسه، الشكل شكون اللي اختارعه نهار الاول وشنو السبب والدافع اللي خلاه انه يختارعه ويزيده؟ والشكل اللي كنعرفو اليوم السكون الضمه الشده ماشي هو الشكل اللي تختارع نهار الاول. هادشي كامل غادي نتعرفوه اليوم. ايه خليكم معانا، حلقة غتكون فيها معلومات ومعطيات لأول مرة ممكن أنك تكون سمعتها في حياتك. ما فيها بس تقاسم هذا الفيديو والمعلومات اللي غدا تكون فيه لحقاش مهمة، غدي بها الأجر والحسنة مع الأصدقاء والحباب ديالك، تقاسم معهم هذا الفيديو هذا، وما تنساش تشارك معنا، دير أبوني وتشارك معنا بواحد لايك وكومنتير وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد في كل حلقة. لحقاش كنوعدكم في قناة سفيان سميع وبرنامج هاشتاك سميع غادي نتعرفوا على مواضيع اللي أول مرة ممكن تسمعوها في حياتكم. إني أرى العرب قد خالطت الأعاجم وتغيرت ألسنتهم، فتأذن لي أن أضع للعرب كلاما يعرفون أو يقومون به ألسنتهم. مرحبا بكم معنا من جديد في هاشتاك سامع. في أي لغة في العالم الحرف كيخضع للتطور مع مرور السنين، تقدر تزيد منه شي حاجة تقدر تنقص منه شي حاجة. مثلا في اللغة الصينية، في اللغة الصينية كلمة انظر كتبوها بهذا الشكل هذا. علاش الصينيين كتبوها بهذا الشكل وما كتبوهاش بشكل آخر؟ لحقاش في ثقافتنا البشرية ملي كتبغي تشوف شي حاجة بعيدة كتحط صبعانك فوق من عين بهذا الشكل هذا باش كتشوف شي حاجة بعيدة، وهما كتبوها بكل بساطة بهذا الشكل. لا لاحظتوا مزيان ودققتوا أن كلمة انظر باللغة الصينية مكتوبة على شكل عين فوق منها ثلاثة صبعان. ناخذ مثال آخر في اللغة الصينية اللي هو باب. كلمة باب في اللغة الصينية إلا لاحظتوا دققتوا مرة ثانية غتلقاوها مكتوبة على شكل باب، يعني ماشي اعتباطا كتبوها بهذا الشكل هذا وإنما كتبوها على شكل باب. دابا غنمشيو للغة العربية. منين جات اللغة العربية والأصل ديالها وشكون اللي اخترعها نهار الأول؟ باش ما نطولش عليكم بزاف، اللي اخترع اللغة العربية هما الساميين. الساميين هما اللي اخترعوا اللغة العربية والحروف ديالها. نبداو بأول حرف. في اللغة السامية كانوا كيكتبوا حرف الكاف بهذا الشكل هذا بكل بساطة. علاش كتبوه بهذا الشكل؟ لحقاش حرف الكاف كانوا كيرمزوا به الكف، وجابوه من الكف ورسموه على شكل كف. ولا لاحظتوا ودققتوا مزيان غتلقاو حرف الكاف هو كف في الاصل، ولا رجعتوا للخط الكوفي في القران الكريم غادي تلقاو نفس الحرف تماما. والعجيب والغريب في حرف الكاف ومن خلال البحث ديالنا لقينا ان اي كلمه كتبدا بحرف الكاف كتعطي معنى ديال الاحتواء. مثلا الكف، الكف تحتوي، الكره، الكتف، الكفن. اي كلمه كتبدا بحرف الكاف فهي كتعطي معنى ديال الاحتواء، وهذا امر غريب وعجيب في اللغه العربيه ونقدروا ما نلقاوش في اي لغه. دابا ندوزو لحرف الهاء. على الساميين كتبوا حرف الهاء بهذا الشكل. الهاء كانوا كيرمزوا بها للهواء للاعصار، ولا دققتوا مزيان غتلقاو جدورات وسط بعضياتها نسبه للاعصار وللهواء. والساميين بكري كانوا كيقولوا للهواء هاء، ما كانوش كيقولوا ليه هواء وانما هاء. حرف اللام، علاش الساميين كتبوه بهذا الشكل هذا؟ علاش ما كتبوش دائر ولا مثلث ولا مربع واختاروا لي هذا الشكل معين؟ اختاروه بهذا الشكل هذا بكل بساطه نسبه للعصا. الا دققتوا مزيان غتلقاو ان حرف اللام كيشبه للعصا. وكانوا الساميين بكري كيقولوا ان الله عز وجل انزل ادم الى الارض ووهبه ماء وقمحا ولاما. لاما هي العصا، العصا اللي كانوا كيلموا بها الاغراض ديالهم. الساميين بكري كانوا كيصيدوا بالمنجل
ولو دققتوا مزيان غتلقاو حرف الصاد مكتوبه على شكل منجل، يعني كيعنيو به وكيرمزو به للصيد. لهذا كتبوه على شكل منجل. ولا بقينا تابعين الحروف ما غاديش نسالي. دابا ندوزو للشكل. واش فراسكم ان الساميين اللي اخترعوا اللغه العربيه والحروف ديالها ما اخترعوش معها الشكل؟ كانوا كيقراوها بدون شكل، ومع ذلك ما كانوش كيرتكبوا اخطاء. دابا غادي نعرفوا الضمه والسكون والشده والفتحه والكسره منين جاوا، وشكون هو هذا العالم اللي اختارها من نهار الاول، وشنو السبب اللي خلاه انه يخترع الشكل ويزيدها في اللغه العربيه. تخيلوا معايا كون ما كانش الشكل اش كان غيوقع؟ كاع الناس اللي كلاو العصا وسقطوا بسبب الشكل غيقول لك شكون هاد سبابنا في عذابنا اللي اختارع نهار الاول الشكل. اللي اخترع الشكل نهار الاول هو ابو الاسود الدؤلي اللي سميته كامله ابو الاسود الظالم بن عمرو بن سفيان ابو الدؤلي الكناني. هاد العالم هذا علاش اخترع الشكل؟ شنو السبب اللي خلاه يخترع الشكل؟ شنو الدافع اللي طاح ليه على باله باش خلاه انه يخترع الشكل؟ ابو الاسود زاد وعاش ما بين 16 قبل الهجره و 69 هجريه. السبب الرئيسي اللي خلى ابو الاسود يخترع الشكل هو انه شاف العجم واللي ماشي عرب ملي كيجيو يقراو القران الكريم كيرتكبوا اخطاء، الاخطاء اللي ممكن انها تغير المعنى كامل ديال الايه القرانيه. أبو الأسود الدؤلي كان معروف عالم جليل جدا ومعروف بعلم النحو وكان دقيق جدا في أعماله. بقى كيفكر مع راسه وقال كيفاش هاد الناس ما بقاوش يرتكبوا أخطاء في اللغة العربية خصوصا العجم. قال أشنو ندير أشنو ندير، خاصني نشكل لهم الحروف باش سهل عليهم عملية قراءة القرآن وما يبقاوش يرتكبوا أخطاء في القراءة اللي كتبدل المعنى كامل. ولكن أبو الدؤلي ما دارش الشكل اللي كنعرفوا اليوم. الحل اللي لقى أبو الأسود الدؤلي أنه يشكل الكلمات بالنقاط، مثلا نقطة واحدة فوق الحرف كتعني الفتحة، ونقطة واحدة تحت الحرف كتعني الكسرة، ونقطة واحدة على اليسار ديال الحرف كتعني الضمة، والجنقاط فوق الحرف ولا تحته وعلى اليسار ديالو كتعني التنوين، والحرف اللي بلا نقاط خلاه للسكون. وهذا الشيء وقع في 67 هجرية بأمر من زياد أمير العراق. هذا المجهود كامل اللي دار أبو الأسود الدؤلي في العصر دياله ماشي سهل، وماشي هو الشكل النهائي اللي كنشوفه اليوم. الشدة، السكون، الضمة، الكسرة، غيجي واحد العالم آخر اللي هو عالم جليل وكبير جدا اللي استطاع أنه يحيد النقاط ديال أبو الدؤلي ويرجعهم بهذا الشكل اللي كنشوفوه اليوم. دازت سنين وعوام، وفي القرن الثاني من الهجرة وفي عهد العباسيين بالضبط بان واحد خونا اللي سميته أبو الخليل بن أحمد الفرايدي. هذا العالم هذا لقى كاين واحد مشكل كبير في الشكل اللي حط أبو الأسود الدؤلي. النقاط اللي حطهم أبو الأسود الدؤلي كيعنيو الشكل، أحمد الفرايدي لقى فيهم واحد مشكل كبير جدا. المشكل شنو هو؟ المشكل اللي لقى ان الناس كيتختلط عليهم النقاط ديال الحروف مع النقاط ديال الشكل اللي حط ابو الاسود الدؤلي. مثلا في الحروف اللي متشابهه بحال الحاء، الخاء، سين، شين، تاء، ثاء، دال، ذال. هاد الحروف اللي متشابهه الناس مازال كتختلط عليهم النقاط ديال الشكل مع النقاط ديال الحروف. شنو الحل اللي لقى احمد بن الخليل الفراهيدي؟ هنا غيلقى واحد الحل واعر وحل خطير جدا اللي في ديك الفتره صعيب باش يطيح على اي شخص. الحل اللي لقى احمد الفراهيدي انه شد النقاط ديال ابو الاسود الدؤلي اللي كان كيشكل بهم الكلمات ورسمهم، رجع النقاط على شكل رسومات باش هنا يتهنى من النقاط ديال الشكل ويبقاو غير النقاط ديال الحروف، والناس غيوليو يميزوا ما بين النقاط ديال الحروف والنقاط ديال الشكل. شدهم خالد بن احمد الفراهيدي ورسمهم على شكل رسومات. شنو هي هاد الرسومات هادي؟ الرسومات هي اللي كنشوفو اليوم. مثلا فراهيدي شد نقطة وحدة اللي كتعني الفتحة فوق الحرف، رجعها ألف مائل فوق الحرف، ونقطة وحدة تحت الحرف اللي كان كيعني بها أبو الأسود الدؤلي الكسرة، رجع أحمد الفراهيدي ياء صغيرة، ومع الوقت طورات ولات ألف مائلة تحت الحرف اللي بحال هاد الشكل، ونقطة وحدة على اليسار ديال الحرف رجع أحمد الفراهيدي واو صغيرة اللي كتعني اليوم الضمة، وجوج نقاط فوق الحرف ولا تحت الحرف ولا على اليسار ديالو اللي كتعني التنوين رسمهم أحمد الفراهيدي على شكل ألف مائل جوج مرات. والحرف اللي خلى أبو الأسود الدؤلي بلا نقاط كان كيقصد به السكون، أحمد الفراهيدي رجعوه على شكل دوارة اللي هي السكون ديال اليوم. غادي نديرو معاكم واحد جيبة بسيطة بزاف، غادي نكتبو لكم جملة بدون نقاط
وانتوما غادي تقراوها بشكل صحيح. علاش؟ لان الساميين اللي اختاروا اللغه العربيه اختاروها في الاول بلا نقاط، ومع ذلك كانوا كيقراوها بشكل صحيح. وهذا هو الدليل انكم قريتوا هذه الجمله هذه بشكل صحيح بلا ما تتساكبوا حتى شي خطا. لهذا فعلوا الجرس وخلوا واحد كومونتير واقترحوا مواضيع وديروا لنا لايك واقتسموا الفيديو مع الاصدقاء والحباب ديالكم باش تعم الفائده. شكرا لكم، ونوعدكم بحلقات اللي جايه غتكون اكثر افاده وفيها معلومات جديده لاول مره ممكن انك تسمعها في حياتك.